بالعاده قبل الاعياد الاسبوع هذا الاخير من رمضان بيكون الوضع يعني دائما المول كراودد، بيكون في كثير ناس عم تجهز للعيد، عم تكون بتجهز لاشياء الشوبينج يعني كل سنه بيكونوا هاي، بس السنه هاي مختلف تماما عن كل سنه ماضيه. في عنا شيء معين الناس مش يعني ما عطيته اولويه، في مثلا أولوية لأشي تاني. الناس هلأ ما عم تعمل مصاري كتير، ما عم تصرف مصاري على الشوبينج، ما عم تشتري ألبس، وما عم تجهز للعيد زيها زي أي سنة ماضية. أجواء العيد يعني السنة هاي بتختلف عن أجواء كل سنة، يعني الظروف حكمت، لكن احنا إن شاء الله كشعب مثقف وشعب واعي بدنا نحاول نتعامل نتلائم مع هالوضع اللي احنا موجودين فيه. الواحد بغض النظر بده يتلائم مع هذه الوضعية، بده يحاول يتكيف هو وأسرته. يعني اليوم أنا جايب بنتي معي بتحكي لي في أشياء متغيرة بابا، خلينا نعم بقول لها في ظروف حاليا بنحاول نتفهم. حالة من الركود والتراجع بسبب لعدة أسباب، أولها شح السيولة الواضح اليوم في بسبب تعطل القطاعات الاقتصادية، ومعظمها تعطل عن العمل لمدة تزيد عن شهرين. الأمر الآخر عندنا ضيق الوقت، اليوم عندنا يعني وقت العمل تقريبا 4-5 ساعات عمل فعلية بيقوم فيها تجار الألبسة بالعمل بسبب حالة الحظر.